السلام عليكم، اهلا بيكم النهارده حلقه جديده من لقمه هنيه. كالعاده عارفين كل يوم سبت وكل يوم حد بننزل ونشوف اخبار المطاعم ونشوف اخبار الاكل اللي معمول بالصح. يوم النهارده يكون اكل انترناشونال، بمعنى مطاعم او مطعم مختلف المطاعم. يعني هتلاقي في المطعم النهارده اكل ايطالي، اكل سويسري، امريكي، ياباني، افريقي. هنشوف الموضوع ماشي ازاي. اهم شيء الشيف يكون بيعمل اكل مختلف الانواع بس بطريقه مميزه. تعالوا بعد نشوف النهارده اخبار الاكل انترناشونال جوه المطعم عامل ازاي. يلا. اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. شيف وائل، ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. ايه الحاجات الحلوه دي يا عم؟ الله ينور. ايه رايك هتغدينا ايه؟ احنا او تعشينا تاكلنا احنا في العشاء بقى. هنقول العشاء. العشاء، العشاء حلو. ايه بقى؟ احنا عندنا شوربه بروكلي. شوربه بروكلي، شوربه بروكلي حلو، مع سيزر سلط. سيزر سلط جميل، السلمون جريل حلو، مع اللانجويني، مع السي فود. اللانجويني اللي هي المكرونه الشرايح، الشرايح مع الجمبري ومع الكاليماري. مع الجمبري والسلمون بتعمله بصوص الشبت. السلمون بصوص الشبت بالدسوس والكريمه اللبانه. الكريمه اللبانه والبروكلي هتعمله شوربه. ثلاث اكلات اسهل من بعض. حلو قوي. انا شايف ان الكلام ده هتخلصه في ثانيه، صح؟ مش كتير قوي، باين ماشي الكلام. طب يلا نبدا في اول طبق. ايه احنا نبدا في اول طبق؟ ان احنا هنتبل السلمون. بسم الله، اتفضل توكل على الله على طول. احنا هنا مشهورين السلمون ده الايه؟ ايه؟ احنا مشهورين هنا في ريدسون بالسلمون. بالسلمون، لوس سلمون. حلو. ليه بقى؟ احنا بندخن السلمون هنا عندنا. بندخنه السلمون، بنعمله سموك. حلو. بتجيبه الاول فريش؟ احنا بنجيبه الاول السمك فريش. جميل. وبعد كده بندخله في الفرن. حلو. ومعاه النشاره اللي هي بتاعت الدخان بتاعته. حلو قوي. معاه الايه؟ النشاره. النشاره. آه. ايه النشاره؟ اللي هي نشاره الخشب. نشاره الخشب. نشاره الخشب. تاخد ريحه تاخد السموكد بالظبط. آه. ريحه السموكد. انت قصدك ايه؟ حلو. يطلع مدخن. مع ملح سموكد. طب ده انتوا بتعملوه على عرف التوفير ولا عرف التمييز؟ لا ده احنا بنعمله على عرف التمييز، لان احنا بنقدمه في وجبه الفطار اللي موجوده عندنا. احنا بنقدم على البريكفاست الصبح. حلو قوي. وبرده ممكن تشتغل بيه في اي وقت. في اي وقت. لو ساندوتش مثلا سلمون بالتوست بتاعه والكلام ده يمشي معاه. حلو قوي. هتبدا تخش في السلمون على طول. احنا نبدا نخش في السلمون على طول. جميل قوي. السلمون ده يا جماعه طبعا عارفين كلنا سمك السلمون، في منه كذا نوع. هو نوع واحد في الاول وفي الاخر اللي احنا اكتر ناس بناكله في مصر عندنا هنا، السموك سلمون او السلمون المدخن او السمون في ليه اسامي كتير جدا، لكن هو السلمون هي سمكه واحده اللي هي المحمره دي. وطبعا الفريش بتاعها نفس التركيبه، ولكن السمكه دي فيها كميه كوليسترول عاليه جدا. انا بتكلم بكل صراحه، كميه فسفور عاليه جدا. بس حلاوتها هي بتاكلش كل يوم، ولكن لما بتاكلها بتستمتع بيها جدا، لان هي بتاخدش وقت في التسويه. ده رقم واحد. رقم اتنين ان هي خفيفه في الاكل، يعني في التسويه وفي الاكل خفيفه اما تقيله شويه، وما بتاكلش كل يوم، بس هي مميزه. ولا غلطانه شفنا طبعا. هتبدا تتبيلها ايه بقى؟ هتبلها بملح وفلفل. ملح وفلفل وتوم. وتوم واعشاب. واعشاب. اعشابك عباره عن روزماري. روزماري، تايم، ممكن سنه ريحان. ممكن سنه ريحان. حلو قوي. هدي شبت. الشبت لا، في الصوص بس. في الصوص بس. في الصوص بس. حلو قوي. جميل. لا بتجيب ولا ليمون؟ عشان انا مدي للصوص ليمون. مدي صوص ليمون. بالظبط. الصوص عملته ازاي؟ الصوص اللي احنا بنركب الصوص الاول، بنعمل اللي هو العظم السمك الاول. عظم السمك اللي هو البيون. اللي هو البيون، المرقه اللي انا هشتغل بيه اي صوص. حلو قوي. بجهز العظم السمك مع بوكي جارني اللي جميل. هو البصل والكرات والجزر بتدي له الفواكه العطريه بتاعتك. بالظبط. العطريه بتاعتك كلها. آه، ورق لورا، فلفل حصى، ان انا اطلع منه الريحه بتاعته. حلو قوي. مع فواكه البحر كلها تحطها عادي جدا، او عظم السمك تاخد منه بيون. بالظبط. مظبوط كده. بالظبط. جميل قوي. تبلت الثوم ومع الملح ومع الفلفل. آه. وهتخش على ايه تاني؟ بعد كده هخش على ان اعمل الشوربه. الشوربه، الشوربه دي البروكلي. الشوربه دي شوربه البروكلي. هتتبل قد ايه السلمون؟ السلمون هتتبله بالظبط 5 دقائق. 5 دقائق. والتسويته قد ايه معاك؟ بالظبط مش هيقل عن 7 دقائق. انت بتسوي السلمون عندك بنوع تسويه ايه؟ يعني تسويه كامله ولا نص نص ولا ربع؟ هو السلمون مش هيتسوي كامل. مش هيتسوي كامل. لا. حلو قوي. هو ده بقى مش هيتسوي الفايده كامل. ان ناخدها من الشيف المحترف او فاهم يعني ايه تسويه سمك. السمك بالذات السلمون ما يخش تسويته كامله، لان السلمون من ضمن الاسماك اللي ممكن عادي جدا يستوي على البخار مش على النار. فرق كبير جدا بيكون مدخن او ياخد ريحه الدخان سموكت او اي كان الموضوع، اما ريحه الدخان او البخار ان دي حله بتغلي ميه سخنه جدا زي ميه المكرونه، وتحط كمان فوقيها مصفه والسلمون فوقها يستوي. بس وانت بتحط الميه دي حط فيها ميه وزيت بس، حط فيها جنزبيل، حط فيها ليمون، حط فيها ثوم، بصل. الريحه بتاعت الميه السخنه بتسوي كويس قوي السلمون. اصل حاجه في الدنيا بس الطعم مظبوط ولا ايه؟ شفنا طبعا. مظبوط. مظبوط. تمام. دلوقتي احنا هنبدا في الشوربه اللي هي شوربه البروكلي. حلو. هنبدا بالبصل. جميل.
ياخد معايا شويه كده سوتيه. لا زبده، انا بشتغل بزبده. حلو زبده واحنا بنشتغل بالظبط. تدي كمان تيست حتى انا هتربط نفسها بنفسها. هتربط نفسها فعلا بالظبط. حلو قوي. يبقى حطيت الاول زبده وحطيت بصل وايه تاني؟ كرات. وايه؟ كرات. وكرات. حلو. كرات ابيض. حلو قوي. وبعد كده تبدا تقلب كويس قوي وتحط الكلام كله على بعضه. هاند بلندر في الاخر ولا هتخليها؟ لا بلندر، لما بس تستوي شويه لازم نعملها بلندر. تعملها بالخلاط كويس. الخلاط وبعد كده بتصفى. جميل جميل جدا. حلو. قلب الكرفس والكرات لو حبيت والبصل. اساسيات الشوربه واحده. دايما انا بقعد اقول لكم كرفس وكرات وبصل هي اساسيات ما بتتغيرش. اي شيف في الدنيا ممكن يماينس او ينقص منها الكرفس بس يزود الكرات، يزود البصل بس ينقص الكرفس، يعني هي التركيبه بتبقى ماشيه بكده. بس اساسيات الشوربه واحده. ولو هتعمل كريم اللي هي الشفافه من غير كريمه او زبده ولا دقيق تبقى ساده بالمرقه. لو هتضيف لها كريمه ممكن نزود سنه زبده تربط معاها بقى لها طعم كويس، زائد كمان تربط القوام بتاع الشوربه اللي احنا عايزينه. صح يا شيفنا؟ صح بالظبط. انا هقعد اتكلم ولا صح يا شيفنا؟ صح حبيبي يا عم وائل والله. طيب هتقلب كويس قوي البروكلي. انا شايفك عامل حركه ناصحه. ايه؟ لازم اقر عليك. اتفضل. صح كده؟ عارفين بعض كده. حبيبي بص بقى انت سالق البروكلي نص سلقه. هو البروكلي ده فروزن. فروزن. مش فريش. مش فريش. حلو. فهو واخد جزء من السلق عشان يتفرز. بالظبط. يعني بالزبط. انت يعني هو نص سلقه. نص حلو سلقه. ده حاجه برضو مهمه جدا نعرف ان البروكلي لو اشتريناه فريش لو هندخله في الشوربه هياخد وقت معانا شويه. هياخد وقت كتير. او في تسويته. ولو هو مفرزنه او حطه عنده في الفريزر فباخده بلانشيه يحافظ على اللون بتاعه وجزء شويه من التسويه وبعد كده احطه في الفريزر. يجي لما يشتغل بيه في اي وقت معاه سهل جدا. صح يا شيف؟ صح. دلوقتي احنا هنعفر سن الدقيق صغيره. سن الدقيق. ليه الدقيق؟ عشان يربط معايا مع ويديني قوام للشوربه برضو. حلو قوي. في ناس تانيه تحب تحط بطاطساي. احنا ما بنفضلش نحط بطاطساي لانها غير طعم الشوربه خالص. بس في ناس تعمل كده. في ناس بتعمل هي كده. هي حسب التركيبه بس انت تعمله صح. بس احنا يعني ركبت الزبده مع البصل مع الزبده مظبوط تعمل قوام كويس او على صغيره مش كبيره. حلو. ان هي تلف بس معايا الشوربه تبقى هي حلوه قوي تقيله شويه. جميل. حلو قوي. وبعد كده تعمل بعد كده هنزل بالكريمه. بالكريمه مش بالمرقه الاول. الكريمه الاول. لا صح؟ الكريمه الاول عشان تربط معايا. تربط معايا. حلو قوي. طب لو عكسنا الامور نعمل ايه؟ المشكله في مشكله؟ لو عكسنا الامور لا مفيش مشكله. ممكن تخرز. ممكن تخرز لو اللي بنعملها ما قلبش كويس. بالظبط. صح. لو ما قلبتش كويس ان هي هتخرز مني. وكده كده حتى لو خرزت انا كده كده هضربها في البلندر واصفيها. هتبقى رايحه. هتبقى رايحه. يعني انا برضو زي ما انتوا عارفين انا بحب اتكلم في التفاصيل الصغيره اللي ممكن حد فينا يكون عايز يسال عليها. هي دي وظيفتي هنا. طب انا بعمل اكل بس ليه بسال الشيف كتير وليه بطلع منه حاجات حضراتكم ممكن تكونوا محتاجينها اكيد؟ فكره التخريز دي يعني ايه تخريز؟ تخريز يعني لو جبنا بوله زي كده فيها دقيق وحطينا فيها ميه وقلبناها كده تلاقي الدقيق بدا يكلكع. الكلكعه دي اسمها التخريز. التخريز ده ممكن نلاقيه في الكشك، ممكن نلاقيه في الشوربه، ممكن نلاقيه في البشاميل. دايما الدقيق مع الزبده او الدقيق مع الميه او مع الحليب او مع الكريمه لو ما تقلبش كويس يخرز. التخريزه مش وحشه بس هنعيد تصنيع جديد بالتصفيه. لو انا هدخله في مرحله عفوا مرحله الضرب بالهاند بلندر اكيد هيبقى الموضوع اسهل بس نعمل الشغل احسن مظبوط ونريح نفسنا. ماشي الكلام. حطيت الكريمه بهرت ولا لسه؟ بهرت. ايه بقى؟ بهرت ملح وفلفل بس. بس شكرا. جميل قوي. أكتر ده هتسيبه يغلي شويه. ده هسيبه يغلي لحد ما هتسويه دلوقتي. السلمون هسويه دلوقتي بس هديله بس شويه عشان قبل ما يطلع الفصل يكون مقفلين اول طبق. فلفل اسمر وحبه ملح وحبه ملح وحبه اعشاب. صح كده؟ وتوم. في ليمون. انا ما افضلش احط على السلمون والليمون. ليه؟ عشان احس ان هو هيستوي مني لو حطيت. هياخد هيبقى مهري شويه. مهري شويه. صح فهمت قصدك. انا مش عايز احط ليمون. زيت زيتون حطيت. انا كده كده كافي بالليمون ان هو في الصوص نفسه. في الصوص نفسه حط له ليمون. حلو قوي. جميل. وجهه نظر برضه. حلو. بعد كده هتعمل زيت زيتون في الطاسه. وتصدمه صدمه واحده على النار. صح كده؟ صدمه على كل الجهات بتاعته. جميل قوي. حلو قوي. وياخد وقته ويعيش حياته. هو انا شايف هو بتكتك اهو حطيته الاول على الظهر. الظهر. ليه؟ الظهر عشان لو حطيته على الوش انا الظهر ده هيستحمل اكتر من الوش. عشان في السكن بتاعه. صح كده؟ السكن بتاعه هيستحمل اكتر. لكن لو حطيته على الوش هيبقى الموضوع فيه الموضوع هيبقى تشوك زياده عليه. فيه تشوك زياده عليه وممكن يتهري منه. وممكن يتهري لان هو ضعيف جدا. بالظبط. على قد ما السمكيه مفيده وكلها كوليسترول وكلها فسفور وفيها كل حاجه على قد ما انت لو مسكتها وهي نيه وعملت كده بايدك تتهري يعني بسيطه قوي
فالصح تسويته تكون مظبوطه. والسلمون الوحيد اللي ما ينفعش يكون ويلدن، لو بقى ويلدن او تسويه كامله بيبقى ملوش طعم، الفايده اللي فيه تتحرق وكل الكوليسترول اللي بتكلم عليه لو هو وحش هيبقى، او لو هو زياده هيبقى وحش اكتر ان هيتحرق، لو اتحرق يبقى دهون ملهاش اي طعم خالص. حلو قوي. هتسيبها شويه تاخد لها قد ايه؟ دي هتاخد دقيقتين على السايد بتاعها ده. جميل. والسايد التاني برضو 3 دقايق، لان السايد التاني يعني ماكسيموم 5 دقايق بالظبط. حلوه. فنقف عند الجزئيه دي، هيبقى احنا عندنا بس المشروم، عندنا سوري البروكلي سوب بياخد وقته ويغلي غلوتين، وبعد كده نضربه في البلندر مظبوط كده، وبعد كده نصفيه والسلمون يكون مستوي، وبعد كده يطلع نظبط له الصوص. نعمل الصوص بعد الفصل. نعمل الصوص بعد الفصل مفيش مشكله. طيب تعالوا نطلع فاصل ونصور الوصفه. اهلا بيكم مره ثانيه معانا ام هنيه. شيف وائل، وصلنا لحد فين؟ احنا كده خلاص السلمون قرب يستوي. جميل. فاحنا كده ممكن شكله باين ان هو خلاص دخل في المرحله الاخيره، حتى ريحته كمان هو باين وتبلته ما شاء الله عليك. احنا جميل. ممكن نطلعه دلوقتي. حلو قوي. ونبدا نعمل الصوص بتاعه. جميل. ما خدش 5 دقايق زي ما هو قال. السلمون بجد خش سويه كتير، وحلاوته لما يكون كده يعني ريحته باينه. هتعمل الصوص مطرح الطاسه. مطرح الطاسه عشان يبقى لا لا انا لازم اقول لك مطرح الطاسه، لان هو يديني الريحه بتاعت السلمون. جميل قوي. حلو قوي. حطيت الاول ايه بقى؟ حطيت الاول بصله. بصلايه صغيره. بصلايه صغيره. جميل. ثوم. جميل. في نفس الطاسه. في نفس الطاسه عشان يديني الريحه بتاعته. مش ده بس على السلمون، ممكن مطرح اي نوع، انواع اللحوم او الاستكات او الفراخ المشويه او انواع اللحوم الاستكات اللي تبقى مشويه في الطاسه، بتاخد نفس النفس بتاع اللحمه او الفراخ او السمك، وبتديها صوص كويس جدا او طعم كمان. الاكله اللي بعديها بيبقى ليه طعم كويس قوي. انا بتابعه. بعد كده انا هنزل بالكريمه. الكريمه على البصله ومعاها البصلايه والثوم. والثوم. حلو قوي. سيبها تأثر شوية على النار. تأثر يعني تصغر. تصغر. يعني مترجم. تعمل ريدكسيون. جميل قوي. حلو. تديها ايه تاني؟ بعد كده لما تأثر شوية هديها الليمون. واخر حاجة اللي هو الشبت. الليمون. الليمون كمية كبيرة لا ولا قليلة؟ الليمون عشان ما يمررش كمان الصوص. وعشان ما يفصلش الكريمة. عشان ما يفصلش الكريمة. صح كده؟ عشان ما يفصلش وما يمررش. جميل قوي. كمية قليلة. حلو. معلقه ليمون، نص ليمونه للطعم بس. الطعم بس عشان احنا ما اديناش في السلمون، ممكن ما احطش ليمون خالص. ونبشر بالظبط زيت ليمون يدينا الزيت او الطعم بس زي الفل. جميل جدا. والشبت ورق مفروم. والشبت ورق مفروم. جميل قوي. عشان لو عيدان اكيد نقلبها محشي كده. ايوه كتير قوي كده. انا كده كده هضحك. ماشي كده. طيب ده طبق السلمون، والبروكلي انت بعته جوه يتضرب في الخلاط. يتضرب في الخلاط عشان افكركم برده. جت البروكلي جت. حلو قوي. ده خلاص على الغرف على طول. على الغرف. شوربه البروكلي خلاص خلصت. هديها كريمه في الاخر ولا خلاص؟ شوربه البروكلي لازم تاخد كريمه في الاخر. كريمه في الاخر كتاتش لون بالظبط. بس كده. حلو قوي. احنا كده الحمد لله عاملين طبقين زي الفل. الصوص ده هيطلع على طول. طب انت جاهز تطلع اطباق ولا هتخليني في اخر الحلقه اكل؟ لا في اخر الحلقه تاكل. ماشي كده. انا معاك. حطيت شبت؟ كده احنا الصوص بتاعنا بس هيتملح ملح وفلفل. اللي باين عليا الكاميرا يا جماعه بقى لي يومين كده جاي ياكل. ده الفن. كل واحد اقف معاه وكل شيف اقول له هات اكلني ايه، حاسس ان انا يعني بس عدوها لي. طيب ملح وفلفل. كده احنا الصوص بتاعنا بدا خلاص. ده الصوص خلاص هيبدا يربط. يبقى خلاص خلاص كده احنا كده خلصنا الصوص. حلو. انا عايز اسالك سؤال حاجه بره الشغل. هو ليه الشيف مننا هو انا بحس ساعات ان هي ايه بتبقى حاله نفسيه بالظبط او اللي هو هزه الطاسه. شفت انا عارف ازاي صح كده؟ انا كده على فكره تحس ان الواحد شغال طول ما هو شغال صح كده؟ خلاص هي بقت مفيش حاجه بتهز. مفيش حاجه بتهز بس هو الواحد فينا وخبطه السكينه الواحد خلاص. لا اصل المهنه دي برضه ليها عواقب يعني. بالظبط. ده من ضمن الحاجات اللي تبقى واقف شغال في النار حاسس ان انت يعني في حاجه بتناديك. في حاجه بتناديك. هزني لو سمحت. لازم اروح لها. قلبني شويه كده. حلو قوي زي الفل. ده كده الصوص ما شاء الله زي الفل. ده كده الصوص طبعا بيعوض اللي انا بقوله وبيعمله. احنا عندنا كلام واضح. حلو قوي. الطبق الثالث. الطبق الثالث اللي هو السيزر سلط. السيزر سلط طبعا ده ما فيهوش اي حاجه صعبه خالص. السيزر سلط هو الصعب فيه الصوص بتاعه. الصوص السيزر بتاعه احنا هنا في الصوص ده ستاندر ليه قصه طويله قوي. قصه طويله. هنعمله احنا ازاي بقى؟ احنا الصوص بتاعنا بنعمله بطريقه مختلفه خالص. احنا هنا بنديله جبنه ريكفورد. حلو. بنديله انشوجا. جميل. بنديله ثوم. بنديله بابريكا. بنديله عصير ليمون. بنديله مستردة. بنديله طبعا ملح وفلفل. بنديله بصل. كل ده بلندر. بعد كده بننزل بيه على
القص عليه. حلو قوي. دي طريقه برضو مختلفه عن الايطالي. دي طريقه مختلفه عن الايطالي خالص. الايطالي بياخد كبري وبياخد كبري، احنا ما بندوش كبري، بيخلل وبياخد جبنه برمجان، ما احنا هنشوكه ومايونيز وتركيبه طويله. صح انا الجبنه ولا الجبنه البرمجان دي على الوش، على الوش بس ما جالش. طب الجبنه الزرقاء والجبنه ريكفورد دي ايه وظيفتها؟ دي بتطعم معايا الصوص، بتطعم معايا الصوص وبتدي كمان لون، ولون يعني بتدي لون للصوص، لون للصوص يعني بتطعم بتكسر الابيض بتاع شويه. حلو. ده كله بتضربه في الهاند بلندر ولا بضرب؟ لا في هاند بلندر. هاند بلندر مش هينفع يضرب بمضرب عشان فيه بصل، فلازم يتفرم، فلازم يتفرم كويس يعني هنجيب كبه ونفرم الكلام ده كله. بالظبط. حلو قوي، زي الفل. تمام. طيب احنا نطلع الطبقين دول وهنطلع فاصل، نكون حضرنا الكبه ونضرب فيها الصوص لما نرجع من الفاصل، نكون خلصت اخر طبق. صح كده؟ صح. يلا انا جاهز معاك، طلع الطبقين. يلا دلوقتي الطبق الاولاني، الطبق الاولاني السلمون، السلمون انا طالع الشوربه الاول اللي انت عايزه. انا معاك اي حاجه هتطلعها، انا زي الفل، انا راضي طول ما في جبنه برمجان. تحب الجبنه البرمجان؟ بحبها. طب احنا لسه ما خلصناش طبق السلمون، لسه في اللي هو النودل بالسيفود. ماشي. النودلز بتاعتي ايه بقى؟ دي لينجويني. ماشي. بتعمل بيها ايه؟ مع السلمون؟ مع السلمون كجرناتورة. كجرناتورة بس كده. بالظبط. شكلا شكلا وفي اللي هي الفاصوليا سوتيه تحطها معايا. معاها. يلا بينا. الفاصوليا السوتيه تحت والسلمونيه. يلا بينا. انت نفذ يا معلم. زي الفل معاك. حلو قوي. ده على غلوه واحده وحط على الصوص على طول. جميل. الاكل ده بقى جنسيته ايه؟ انترناشونال. ده انترناشونال. ده انا اقول مثلا متمكس ما بين ايطالي ما بين فرنساوي ما بين سويسري. ملعوب يعني بادوار كتير. بادوار كتير لان احنا هنا في المطعم الميكس شاملين. شاملين ميكس انتر يعني يعتبر انترناشونال. المطعم اللي احنا فيه يعتبر انترناشونال. انترناشونال دي يا جماعه بتبقى اسامي بلاد كتير قوي ومطابخ متمكسه، يعني ماكس ميكس ما بين المطعم الايطالي زي ما هو قال الشيف، ومطعم مكسيكي، مطعم فرنساوي، مطعم امريكي، مطعم سويسري. المطابخ دي او المطاعم دي كلها حاطه منيو واحد، والمنيو يكون مثلا فيه نوع باستا ايطالي والصوص تلاقيه مثلا فرنساوي. مظبوط يا شيف؟ بالظبط. تلاقي مثلا السيزر سالاد مثلا نوعها ايطالي بس محطوط فيه صوص مش عارف مكسيكي. يعني هي بتبقى الترتيبه كده. دلوقتي احنا هنعمل الصوص بتاع الباستا. جميل. الباستا هتطلع ايه؟ الباستا اول حاجه زيت زيتون. زيت زيتون. بعد كده البصل، بعد كده الثوم. بعد الثوم هنزل بالسيفود. جميل. طلع زبده ولا زيت؟ لا لا زيت. زيت. حلو قوي. جميل. الجمبري هنزل بالجمبري الاول. جميل جدا. جمبري صغير، اي جمبري نضف وشال منه الظهر ومتروق. صح كده؟ صح. حلو قوي. نقلب الجمبري مع فص الثوم ومع بصلايه. نقلب الجمبري مع البصله مع الثومه. طب سؤال فني، الكاليماري هنا ساعتك هتحطه معاه ولا لا؟ الكاليماري هيتحط معاه. معاه برضو. معاه. طيب هتنزل الاثنين مع بعض ولا ده الاول ده الاول؟ لا الاثنين ده هيبقى كله ميكس مع بعض. هتمكس كله مع بعض. حلو. جميل جدا. جميل. الجمبري مع بصلايه مع فص ثوم. الجمبري بس يتشوح ياخد لون، يبقى الموضوع خلاص كده في مرحله التسويه. حط الكاليماري يكمل تسويته. قطع صغير عشان يستوي بسرعه. مظبوط كده يا شيف؟ مظبوط. تمام. نقلب مع بعض. الصوص هنا ياخده ايه بقى؟ الصوص اللي احنا عملناه للسلمون ولا تعمل صوص ثاني؟ الصوص اللي عملناه للسلمون ده صوص للمكرونه. ده للمكرونه. ده للنودل. والمكرونه تتحط مع السلمون. والمكرونه تتحط مع السلمون. المكرونه هي صوص ثاني غير صوص السلمون. غير صوص السلمون. ايه بقى الصوص بتاعها؟ صوص المكرونه؟ هنديله كريمه. كريمه. كريمه مع الجمبري ومع الثوم ومع البصل. الجمبري ومع الثوم والبصل. حلو قوي. جميل جدا. مع الاعشاب. مع الاعشاب. اكيد من مواصفات الكلام الموضوع فيه لعب. حلو قوي. كريمه لباني. نص كوبايه مش كتير صح؟ ربع كوبايه. حط لها بهارات عباره عن ملح وفلفل وكراشد بيبر. ملح وفلفل وكراشد بيبر بس. حلو قوي. ماشي كده احنا ممكن نغرف الشوربه. يلا نغرف الشوربه ونطلع فاصل، وبعد ما نرجع من الفاصل نخش على طول على غرف الباستا يكون خلصت والسلمون ويتقفل السيزر سلطه. ماشي الكلام؟ ماشي الكلام. انا محتاج طبق ان انا اغرف فيه الشوربه. حلو قوي. حلو. الطبق ده ظريف. جميل. طلع طبق شوربه البروكلي. حط له حاجه على الوش. هحط لك كريمه. كريمه لباني فقط لا غير. حلوه. هندوق طبعا لازم ولا ندوق. ناكل على طول؟ لا ندوق الاول.
ماشي الكلام يا عم. بروكلي بروكلي ما يهزرش طبعا بقى، سنة الكريمة طبعا هتختلف كمان كتير، بس هي طعمها حلو جدا. تسلم ايدك. الف هنا. تسلم ايدك. يا اخي جماعه الطلاينه دول او الاجانب دول يعمل لك طبق قد كده، في حبه شوربه قد كده. طب انا بحب شوربه يعني، صح ولا ايه رايك؟ بس هو كده زي الفل. لا كده زي الفل، كده زي الفل، كده زي الفل. والله بيجيلك زي الفل، انا راضي. حلو قوي، زي الفل كده، تمام التمام. حط له حبه كريمه تكسر بيهم اللون، اكسر بيهم اللون. اي اي واغير بيها الطعم. جميل قوي، حلو قوي، جميل. احنا كده خلصنا اول طبق واتغرف، والطبق الثاني السلمون جاهز بالصوص بتاعه، ولكن هو لسه ما خلصش بس تسوية الصوص، وتحط عليه مكرونة، فهيبقى كده تاني طبق. الطبق الأخير هو طبق السيزن سلط اللي احنا بالفاصل هنبعت نجيب الكبة ونحط فيه كل المقادير اللي هو اتكلم عنها، ونضربه في الخلاط كويس قوي، ويتركب مع السيزن سلط أو الخس اللي بتقطع مكعبات مع الألشوجة ومع الجبنة والبيضة بتاعتنا. البيضة جارنش للسيزر سلط معاه برضه، هيتقطع كوارتر ويترص حوالين الطبق، كوارتر اللي هو أربعات يعني. أربعات حلو قوي. طيب هنقف عند الجزئية دي ونطلع فاصل صغير جدا، بعد الفاصل نواصل. اهلا بيكم مره ثانيه مع الام هنيه. شيف وائل، ها وصلنا لحد فين؟ وصلنا لحد ان احنا خلاص جبنا الصوص بتاع السيزر، ضربت الصوص كويس. معلش نراجع عليه على السريع عشان احنا الهاند بلندر انا عارف كان هيدوشنا على الكاميرا وبتاع، وانت اختصرت الامور. واحده واحده قول لي عملت ايه في الصوص. واحده بسيزر. واحده الصوص زيت زيتون. جميل. جبنه الانشوجه، البيض ده طبعا جارنش. حلو قوي. البابريكا. جميل. مستردة. حلو. البصل. جميل. الثوم. حلو. كل ده بيتحط في البلندر وبيتضرب مره واحده. حلو قوي، ويطلع معانا بالشكل ده. ويطلع معانا بالشكل ده والقوام ده. جميل قوي. حلو واللون ده. والخس عندك مقطعه انت؟ الخس انا مقطعه جاهز. جميل قوي. طيب طلعنا خلاص شوربه، احنا الشوربه كده خلاص جهزناها فيها. حلو. هتعمل الطبق ده بعد ما يستوي شويه. الصوص بتاع السلمون جاهز. جميل. ودلوقتي المكرونه الصوص بتاعها جاهز. جميل، يلا بينا نخلص الطبق ده كمان. نخلص طبق الايه؟ السيزر سلطة. طبعا احنا بنحط كميه كافيه. حلو قوي. هقلبه الاول في البوله دي. هقلبه الاول في البوله دي واسرفزه في طبق اللي هو التاني. ده السلط. حلو قوي. ده الصوص السيزر. ده صوص السيزر. حلو قوي. احنا بنكتر الصوص شويه عشان الخس يشرب منه. يشرب ويبقى ليه طعم. هو السيزر سلط الطعم في الصوص. في الصوص ذات نفسه. جميل. هتقلب الخس مع صوص السيزر. مع صوص السيزر. جميل جدا. احنا ممكن نزود شويه صوص. براحتك خالص. جميل. قلبت كويس، قطع البيض بعد كده الجرنش بيه. هقطع البيض وجرنش بيه، ولسه فيه الانشوجه هجرنش بيها برضو. احنا هنا في ريسون بلو بنديله شويه طماطم شيري. طماطم شيري على السيزر سلطه. على السيزر سلطه يكسر اللون ويزود ويغير. جميل. وده بضايه واحده مسلوقه. بضايه واحده مسلوقه هنقطعها على اربعه. جميل. والانشوجه بتاعتي جاهزه هنجيبها في اخر. دلوقتي احنا هنبدا نغرف الطبق ده. طبق السيزر سلطه. السيزر سلطه ساده. في ممكن تحط عليه تشيكن، ممكن تحط عليه سلمون، اللي انت عايزه. اللي انت عايزه ممكن تحطه، بس ده في الاخر. بس ده في الاخر خالص. بس الاساسيات واحده. بس هو الاساسيات واحده. جميل. البيزك بتاعه واحد. حلو. جميل. تحط بقى البيض المسلوق. حط البيض المسلوق. بس هو قالب كده على شيف سلطه. قالب على شيف سلطه. احنا هنا في ريدسون بلو بنختلف، اللي احنا بننزل البيض في السيزر سلطه بتنزله، وتحط طماطم شيري كمان زياده. وطماطم شيري زياده. وفي الانجريدينت بتاعت الصوص كمان مختلفه شويه عن العادي. بالظبط. وكمان الجارليك كريتون ده مختلف عن ده. ايه معلش؟ ده جارليك كريتون. كريتون اللي هو العيش. اللي هو العيش التوم. انا ترجم على طول. جارليك كريتون. حلو قوي. جميل. وايه تاني؟ كده الانشوجه. انشوجه. جميل. حلو قوي. طيب والصوص هناك خلاص خلص؟ الصوص هناك خلاص بتاع السلمون خلص، وصوص المكرونه خلص. والمكرونه مسلوقه اصلا كده كده. انا هوسع لك عشان نبدا بقى نغرف الاطباق. احنا خلاص خلصنا حلقتنا. هنا فاضل بس الجبنه. يلا بينا، وانا هوسع لك عشان تطلع الاطباق خلاص كلها. حطها قدام حضرتك. ده انت مش عايزه خلاص ده؟ لا ده جميل.
ممكن نسخن المكرونه كمان. الفاصوليا دي اخر حاجه. تمام، ده خلاص خلص كده مظبوط كده. ده كده خلاص الطبق الثاني. فاضل عندك الطبق الثالث اللي هو الاخير اللي هو المكرونه مع السلمون. جميل. الصوص الكريمه بدا يقصر زي ما انت كنت عايز صح كده؟ بدا يقصر خلاص، احنا كده خلاص ممكن نستكفي بيه. خلي كده اهو. جميل. ونطلع بقى اخر حاجه. هنطلع اخر حاجه اللي هو السلمون. السلمون مع المكرونه والسي فود. بس قبل ما اطلع يعني السلمون انا هاخد بس الفاصوليا سوتيه. سوتيه. بزين الزبده. بزين الزبده. اتفضل. علي. طيب شكرا. سوتيه بصلايه ولا بتوم ولا ايه؟ لا من غير بصلايه. من غير بصلايه. بس بس بملح وفلفل بس. بس كده. حلو قوي. هي اصلا واخده بلانشيه ومنزوله في ميه وثلج عشان نحافظ على اللون. يطلع اللون زي ما هو. بالظبط. اوصلها دي خالص. شكرا. عشان تطلع اللي انت عايزه كله. هنا. طبعا الاخير يطلع على الاول. جميل. الطبق بقى اللي بتغرف فيه السلمون. الطبق اللي هغرف فيه السلمون جميل. طبق مربع. طبق مربع. شرح بقى عشان نلم الحاجات الحلوه دي. حلوه قوي. تحب تلمع انت الاطباق؟ المنظر اهم حاجه. المنظر اهم شيء صح. والنظافه. المنظر والنظافه اهم حاجه. المنظر كمان. حلو. هنا بس هنملح بس دول. هتملحها بملح وفلفل. ملح وفلفل. عشان تتاكل. كل حاجه في الطبق لازم تكون متبله كويس. لازما. ومتظبطه بحيث ان كل طعم صغيره. اعشاب. عايز ايه؟ انا عايز فلفل بس. بس خلاص هو ده بيتنس. جميل. تمام. انا خايف ده يقع. لا ده مش هيقع. ممكن نحط هنا كده. احنا هنغرف بقى الطبق بتاعنا. يلا بينا. اللي هو اللانجويني بالسي فود. احنا مستنيين كريم. طبق اللانجويني. طبق الباستا بالسي فود ده كارضيه للسلمون. ده جرناتيرا. اه. جميل. السيفود على الوش. السيفود على الوش بالطماطم الشيري. بالطماطم الشيري والكريمه والاعشاب. كده احنا كده احنا الفاصوليا خلاص. والفاصوليا خلاص. الفاصوليا دي هنحطها في ارضيه الطبق كده اهو. احط عليها السلمونيه. احط عليها السلمونيه. فن. في فن بتلعبه. والسلمون عندك مستوي كويس. السلمونيه جاهزه. وايه تاني تحط على الوش؟ شبت؟ عود شبت. وكده يكون خلص الطبق. كده يكون خلص الطبق. ده كده يكون خلاص. جبنه. وكده يكون خلص الطبق. كده يكون خلص الطبق. طب الصوص؟ الصوص لسه هنحطه. نحط الصوص كمان حبه على الوش. تعبنا فيه الصوص ده قوي. اه. فما ينفعش نسقطه. لا بس حلو. اه لا شكله حلو. طب ما تدوق. شكله باين. هدوق وهاكل وهبص مش هسكت. الف انا. الله يهنيك يا حاج. ده صوص الشبت بالكريمه والزبده مع ريحه السلمون. مع ريحه السلمون اللي احنا عملناها سويناها في حلو قوي. وده كان اخر طبق من الشيف وائل الاخير. بالشكل ده طبق السلمون معمول بصوص معتبر وزي ما حضراتكم شايفين. وكان قبل منه كمان طبق السيزر معمول على طريقته وكمان شوربه البروكلي بالطريقه السهله دي. كانت حلقتنا. يا رب يكون الموضوع كان سهل وبسيط. بشكرك جدا يا شيفنا. بشكرك جدا. شكرا جدا ليك. شكرا ليك. السلام عليكم.